السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، عسى الكل بخير وصحة وسلامة. حياكم الله في لعبة جميلة منتظرة. اللعبة هذه عبارة عن مغامرة وعالم مفتوح مليان ألغاز وأحلام يشوفها اللاعب. طبعا لعبة يعني خرافية، ونزلت من قريب من كم يوم على كل الأجهزة، بلايستيشن، اكس بوكس، وبي سي. طبعا اللاعب يعيش دور المحقق كونان. ليه؟ لأنه قام في مدينة غرقانة، طبعا اسم اللعبة ذا سينكد سيتي، ف ترجمتها المدينة الغرقانة. فيمديك تعيد بناء خيوط الجريمة، تشوف أو تحدد الطرف المذنب وتحدد دوافعه، ويمكن تفشل في تحديد المجرم وتاكله. في تفاصيل صغيرة مثلا، بما أن المدينة غرقانة، إذا ما استخدمت القوارب الموجودة وسبحت كذا درعمت، فينضر اللاعب أو أنه يمرض. وفي تفاصيل كثيرة إن شاء الله بنشوفها في المقطع. طبعا يمديك تاخذ مجموعة من الأدوات والأسلحة اللي تحصلها، مثل لعبة The Last of Us. كنا نجمع ونكون الأسلحة بنفسنا من أدوات اللي حصلها في الغرف ومن هذه الأمور. فيمديك تجمع الأدوات والأسلحة وتستخدمها في قتل الوحوش والحلوين اللي موجودين في اللعبة. فهذا الشيء جميل، بحيث أنه ما خلى اللعبة تنحصر في التحقيق بس، فهذا شيء زاد من جمال اللعبة ومن ناحية التنويع. ويعطيكم ألف ألف عافية أهل الدعم في المقاطع الأخيرة. في النهاية أتمنى اللعبة تعجبكم، لأني الأمانة متحمس لها كثير من زمان، وخصوصا أنها تأجل موعد صدورها بسبب ردد مسكت الساحل الفترة الأخيرة، والكل عارف بهذا الشيء. أترككم المقطع وأتمنى ينال على إعجابكم. السلام عليكم. بسم الله. طيب، حاليا احنا على متن السفينة عزيزي المشاهد. اربع سرر، يعني اربع اشخاص رميت يا حبيبي، وهذا العالم الخارجي، والجرافيك المتواضع عشان ما اكون عشان ما اطبل. بس خلنا نشوف وش عندنا في الغرفة عشان ناخذه كويل وشل. الله اكبر، هذا اللي كل هذا كل ما نحتاجه يا عزيزي المشاهد. شوف شوف شوف، بوم. طيب بسم الله. يقول اتمنى اني ما استخدمه، ولكن عندي احساس اني سوف اضطر للاستخدام. سكيل. طيب اخلص علينا. يقول لي نيو كيس، بدينا يا حبيبي بالتحقيق. كي ايفيدنس كولكشن. طيب ابشر. اي شيء ثاني عندك في الغرفه يا عزيزي؟ ايش هذا؟ في علامه هنا بس ما ادري ايش هذا. ايوه سلام، انا وش ضغط؟ ضغط حرف كيو. طيب ما ادري، هذه القدره الخاصه عزيزي. ايه نشوف العالم، يمكن نقرا. Now get out. يا الحبيب، تونا قلنا بسم الله، وش الاخلاق الزفت هذه؟ استغفر الله العظيم. طيب مستر تشارلز ري، اي هذا الترحيب، هذا الترحيب. نايس تو ميت يو. يوهانس فاندربرغ ات يور سيرفيس. اي ديد بروميس تو ميت يو. طيب طيب ويلكم الرجال. ويلكم ويلكم. وش مشكلتي انا؟ بروبلمز Vision. Such vividness of he has dedicated a lot of time and. Robert Throgerton. How can I find Mr. Throgmorton? Throgerton. I need somewhere to stay. Fear not. I've already feathered a nest for you. Devil's. There's a room in your name that sounds. Hotel. Don't judge a book by its cover, Mister. حلوين. كيف أوصل للدبل؟ Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. حلوين، في قارب ينتظرني عزيز المشاهد. Goodbye. What do you do here? يا رجل goodbye. No. طيب. The pleasure. Well, oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. اوه، قال كيف احصلك؟ بعدين قال له انا الشخص اللي احصلك، مش انت اللي تحصلني يا حبيبي. طيب زبدة الكلام اللي معه، يقول لها وش الحل؟
بدينا عنصرية على أمريكا. طيب يقول له إيش الحل للهلوسة هذه اللي تجيني كل شوية حبيبي؟ أريد أحصل حل للمشكلة هذه والأحلام الغريبة عجيبة اللي عندي. طيب أندر ذا كل بار، والله الجرافيكس طيب بس ما أدري في الـ 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 يوم أصور تنقص الجودة، فما راح تشوفونه مثل ما أنا أشوفه، ولكن أتمنى تجربونه بنفسكم في الكونسل أو البي سي. No one leaves the port until my son is found and that is fine. Excuse me. You Robert Throgmorton? أي وصلنا لروبرت. I am but not interested. والله يتغلى وجه القرد يا ولد. I'm a private investigator just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Private investigation. Yeah. حقا كنا. طيب. Perhaps we can help each other. عنده مشكلة مع ابنه تم اختطافه أو. Why do you care? طيب توك تقول نساعد بعض، الحين يقول لي ليش تهتم؟ Is it? Well, Albert was part of a deep sea expedition I commissioned. Says he was barely competent. You don't believe him. Complete malarkey. والله كلام طويل يا طب. What do you know about the visions? Your future? Who? طيب. Take it you're not the biggest fan of these ends. Those fish-faced. No. Those filthy migrants. So they're just refuge. Hard not to mention that crime rates have skyrocketed. What do you know about the visions? Another newcomer with another problem. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth Rim city. ابنه ألبرت اسمه ألبرت. ألبرت القرد. Let's talk about your dreams. بالله إذا هذا الأب تخيلوا معي وجه ابنه يعني. Let's just say I tend to see things that others miss. طبعا يشتكي له الحين عن الـ 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 الأحلام أو الـ إيش يسمونها الكوابيس. الكوابيس. طيب tell me more about the case. خلنا أعرف عن ابنك أكثر. Did you not listen at all? This fisherman supposedly brought him to the house, then left. My son went nowhere to see. يعني ابنها اختفى فجأة. Find my son, you come. طيب الحين يا جماعة الخير اللي 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 علي ايش فيشرمان هاوس. فيشرمان هاوس وين فيشرمان هاوس؟ يظهرني في الماب انه هنا وهنا. خلنا نشوف الماب. هذا الماب عزيزي المشاهد، هذا الماب. احنا في مدينة ايش اسمها؟ والله كنت اعرفها. دقيقة. ادفنت؟ لا مش ادفنت، ما ادري. اتوقع ادفنت. المهم لاحظت مخكم بالخريطة. شوف الحين انا هنا صح؟ الاماكن اللي احصل فيها الادلة مثلا اللي تساعدني على اكتشاف وجود الابن هذا تكون يعني في مساعدة عندي في الماب. ممكن يبحث هنا لانه كان يقول اختفى ابنه اول ما وصلوا للدك اللي هو ايش اسمه هذا؟ اوك اي هذا اسم المدينة، اوك ماونت سيتي بورت. المهم والله يذكرني بتروبيكو. طيب ما ببلشكم تروبيكو، نزلت عنها بما فيه الكفاية. على العموم خلنا نشوف ابنه وين. ابنه صغير ولا ايش السالفة؟ ما ادري. ان شاء الله ما نستعمل الفرد بس نحطه يعني كاحتياط في يدنا يا حبيبي. طيب نشوف حرف الكيو يسوي شيء يسوي شيء. طيب دلنا على الطريق. خلنا نشوف العلامة اللي في الماب وش تقولنا وين أعوذ بالله وش ذا؟ ها كيف طلع البرد هذا؟ بدينا. خلك محترم خلك محترم توياه. هناك هناك شوف لا تختبر إيمي وربي هد. أي زبنة. طيب Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. أقول ما أنت بشايف الفرد اللي في يدي الظاهر. دقيقة. كيف أيوة؟ خلنا يمكن الموهبة هذه أو الأبليتي تساعدني على اكتشاف مكان الابن. فا
فنشوف وين القرد الصغير. يا اخي بسم الله الشاشة اقسم بالله نجيب الصداع يا رب. يوم استخدم الابلتي هذه ينقص الازرق، فالظاهر كل ما استخدمتها اكثر. شوف الحين واضح اموري طيبة، لكن بعد شوي يهلوس. المهم خلنا نشوف، نقلب نظام الشغالات الحين. لوت هذه الشغالات كلها تصير انها رصاص بعدين. طيب مدري وش قال بس شغلة مش مهمة. طيب سمك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياكلون الاخطبوط ولا الاخطبوط ياكلهم، والله ما تدري وش سالفتهم هذا. طيب والله ما لا جماعته. وش السمك ذا اللي في كل مكان؟ هلو اوفيسر. Let's see what you find, newcomer. خرب بيتك اللي يقول لك هلو يا شيخ. طيب يستهين فيني، يستهين فيني ابن الذين هذا على اساس اني ما بعرف احل القضية. طبعا الشرطة هذول كلهم متمركزين في المكان بس عشان يحصلون لبن. اخرتها يكون نط هنا. خلنا نشوف، ما نشوف احد هنا بس. المهم ما اتوقع يكون المشن كذا بهذا الهب. ايوه حصلنا ليل. لا اله الا الله، الموضوع فيه لقتل يا جماعة الخير. It was a fierce fight here, but someone tried to flee. يقول هنا بدت المعركة، بدت شو اسمه المهم الجريمة هنا، وفي أحد حاول يهرب. والله واضح إنه واحد ضخم طلع من هنا. فالموضوع كبير يا أعزائي المشاهدين، مش مجرد اختطاف ولا مجرد موضوع فيه لقتل وتفجير جمجمة. طيب وش ادور انا في ذي؟ خلنا نستخدم الابيليتي يمكن احصل شيء هنا. لا ما في شيء. هذا الملحوس وش سالفته؟ هلو اي كان يو هير مي؟ قول له تسمعني انت. اتس اوكي، ام تشارلز ريد برايفت اي. مستر ثروغمورتون هايرد مي تو فايند هيز سون. اوكي. يقول انا المتحري الخفي، فودي اشوف ايش موضوع الجريمه اللي هنا. تلمي وات هابن، ايش صار في هذا المكان؟ ما يتذكر شيء، يسوي فيها اللي ما يتذكر. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. And he started to make these horrible sounds and okay. My head began to burst and he woke up. طيب. And after that I don't remember a thing, just dreams. دق راسه و ما يتذكر شيء. في احد ضرب راسه وما يتذكر شيء. بس شاف البرت دخل غرفته. I'm a fisherman. We all are. صياد هذا، صياد مهنته. Me, poor fellow Paul, Barry and Innsmouth and Lewis Flynn. We moved. Where is the others? That's Paul there on the floor. Can't be with him. طيب طيب. I'll leave you to it. Please. I don't know yet, Will. The police will stop any. I'm afraid of what I might dream. قال له ريح، قال له ما اقدر انام، لو نمت خايف من الاحلام اللي تجيني. الشعب كله مهلوس مش بس انا. حلو حلو، فيه ايش المكان هذا يا اخي؟ طيب في رسالة هنا ولا؟ اوه يلعبون بلوت. 5 cards short of a full house. طيب I'm surprised they don't have someone's portrait here. ايوه هذه غرفة البرت الظاهر، ما في غرفة ثانية غيرها. ف نشوف غرفة البرت اللي هو القرد. لا والله هذا مش القرد، هذا البرت. So that's what an Innsmouther looks like. Innsmouther، ايش اسمهم؟ قل مرة ثانية. So that's what an Innsmouther looks like. Innsmouther. هذا الشخص على اليمين تشوفون وجهه؟ يسمونهم Innsmouther. بس زوجته مو زي هذا. المهم. طيب. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Never seen knives like this before. Masterful work.
وش عاد باقي؟ ما خليت شيء. مدل اي بريس كيو تو اكتيفيت، بريس تي تو مور انفورميشن. اكتيفيت ايوه. اصبر يا اخي الماوس عندي اساسية لا. طيب بعدين وش هذا؟ يرويني اللي ورا ولا كيف؟ ايوه بدأت الشاشة تلحس مخي يا جماعة الخير. هولد والله هولد. اها كلمة نهري كلمة كبحة نقول لنا حافظ. عود بالله يقرأ شعوذة هذا ولا وش سوي؟ هذا هو القرد، هذا هو ابنه. طيب كان نايم هنا الظاهر. دقيقة بطلعك. المشكلة الحين ابتلشت انا، لازم اطلع عشان ايش؟ عشان اطلع من المدينة هذه. اول شخص قابلته اللي هناك كان يقول لي فيه قارب ينتظرك من هالكلام، لكن بسبب ان الشخص هذا القرد هو اللي ماسك المدينة فيقول ابني لازم تطلعونه قبل ما اي احد يغادر المدينة، فهو خايف انه يعني تعرف احد يعني يقتل ويشرد، فما وده ان اي احد يطلع من المدينة، فلذلك انا محشور. وفي نفس الوقت وظيفتي يعني حصلت شغلة كمحقق كونان. طيب انا توهقت يا جماعة الخير، والله ما ادري وش السالفة الحين وش اسوي. حصلنا غرفة هناك، خلينا نشوف الماب. طيب الكلو هذا مفروض اكون جمعناه في هذا المكان ولا لا؟ في شيء ثاني هنا. انا ليش ما نزلت تحت؟ ليش خايف؟ لا انا جيت من هنا. الله سوى نفسك ما شفت عزيزي المشاهد. اقدر. I gave you clear instructions, did I not? خلاص يا اخوي اسفين. طيب ابنك بنحصله، بس اعطني ياه. ها والله من الربشه فكيت هذا. طيب يا جماعه يا اخي في كلو هنا انا ما خلصته. شوف الاشاره ما زالت علامه البحث عندي هنا. بالله ثواني نعود بسرعه. في شيء هنا. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. I'm surprised they don't have someone's portrait here. يا أخي كان في هالمكان والله، يعني المفروض في هالبيت تطلع الجريمة كلها. معليش عزيزي المشاهد بس في شيء انا ما اكتشفته في المكان هذا، لان الماب يظهر لي البحث في هالمكان بالضبط في الغرفة هذه. كنا تحت. I'm surprised they don't have someone's portrait here. دخلت هنا؟ ايوه انا ما لوت هالمكان صح؟ اي انا ما لوت هالمكان. والله في علامة ما. طيب كي كولكتد باقي هنا فيشر هاوس. طيب نشوف الأماكن الثانية. كان في دم هنا والله اتذكر. ما في علامة هنا.
اها اي والله هذا انا ما اقدر ادخل. نشوف الجهة الثانية. وش يا سلام المنظر طبي جرافك جميل يا عزيز المشاهد. ايوه نيو لوكيشن اندر ذا كل بار بار. هلا بالعيال هلا والله داخل بار خلينها. احس ان البلا منهم ايوه والله الهلوسة هنا هنا الشعوذة كلها. خلاص القاتل واحد من هذا لا هذا القاتل لا بس حرمة هذه ما تقدر تسوي شيء للقرد. ويلكم طيب ويلكم جود باي. واو وربي اسرع حوار شفته. ودم قدم خرب بيت صوتك يا شيخ. طيب يخرب بيت الابواب هذه كلها اللي ما تنفتح. اها طيب اي معلومات عندكم؟ روبرت طيب انا ساعده ادور ابنه يقولون باوامر روبرت مدري مين هذا. زبده يا عزيز المشاهد الموضوع كله هنا بس انا صراحه انتوهت. بقص المقطع وبشوف الحل ان شاء الله. ان شاء الله محتاج اقص المقطع عشان ما اطول فيه. شوف كيف حفظت البيت وربي حفظت البيت يا اخي. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. ها الله لا يعمينا. انا ما ايوه يا شيخ شوف الهبالة. شوف ابسط شيء مفروض اروح اشوف المقتول. طيب راح شوفها يا اخي. ايوه هذا هو هذا هو هذا هو. شوف الحين اعيد بناء السيناريو اللي صار. قتله ولا شله والله ما ادري. قتله الظاهر وشرد. طيب نشوف ايش صار هنا. شوف هذا المسكين ضربوه هنا. اح طيب بعدين ايش صار؟ اها هذا اللي طيحوه هنا. شوف بايش ضربه يخرب بيته هبده بالبرل كيف الانجليزي. بس المهم هذا مسكين ما له علاقه بالموضوع يعني واضح انه ما. بعدين وخر هذا وزبن من هنا وصلت الفكره. طيب الحين ايش مطلوب مني بالضبط؟ علامه استفهام ايش اسوي هنا؟ واحد اثنين ارقب من الحدث. ايش صار بالضبط؟ دقيقة دقيقة اختطفوا من هنا. ايش صار يعني؟ وجو سدحوا هذا اللي هنا بين ثلاثة شرط. When Albert Throgmorton woke up he was not himself. He attacked the fishermen and his hysteria spread to them. When he got wounded he fled. لا 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 انفرد 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 وربي اطرد. يخرب بيتك. اوه دام دام. طيب وربي من وين طلع اتوقع اني خلصت الازرق قبل شوي لاني كنت ضاغط كيو يمكن عشان كذا طلعت لي المخلوقات هذه اللي اتخيلها والله اعلى واعلم. طيب انت لا تبكي علينا. مايند بليس مايند بليس مايند بليس. دقيقه اتذكر كان في مايند بليس هنا. اي هذه مايند بليس هذه يا طول العمر هنا الافكار ترتبها.
يعني الحين شوف، احنا شفنا المشهد وش صار وفهمنا، فانت تجي الحين عشان تحل القضية تربط الافكار هذه والادلة اللي شفتها انت بنفسك. ف شكلي بسوي عمي ابو كبش ادرين 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب البرت فيد وين ووندد وين ووندد. طيب عندما اصاب شرد. حلوين. شوف انا عشان اللي ما فهم افهمه، البرت هو الشخص اللي قتل ابن القرد هذاك. طيب الحين اللي فهمته انهم يتحولون او يصيبهم هلوسة فما يسيطرون على نفسهم، فهذا اللي سبب المشكلة والله أعلم. شوف عندما ألبرت انصاب شرد، صح ولا لا؟ لا قتل، دقيقة، أتاك ذا فيشمان، غلط، تحرية كلب ما تمشي هنا. طيب ون فيشر مان إز أنستيبل، دقيقة واحدة منهم مفروض تركب مع ثانية لأن هذا انصاب بعدين أنستيبل. طيب ما شوف عزيز المشاهد، انا والله فهمت الفكره بس لويس شوت ويزاوت وارنينج، وبعدين البرت يا ولد احس نفسي ما سدن فاسك اوت ريث. طيب ما عليه، وان فيشرمان از ميسنج، البرت ريتند انستابل. ايوه شوف هذا الاثنين المفروض يكون مترابطين لان كلهم اتاك وشوت. ربي تمهزلت في هالمقطع يا عزيز المشاهد، بس يلا سد بلا. وش رايك انت، انت لو مكاني وش رايك؟ يعني الحين هنا يقول لك ريتيرن انستابل، يعني حس انه مش طبيعي، وهنا طلق لويس، طلق بدون سابق انذار. لويس طلق على البرت، ولا البرت اللي البرت مين ولويس وين؟ انا مين وانتو مين؟ لا لحظة مخي، سرقت من هذا القرد؟ اوكي حفظت يا جماعة تكفون، بس حل لي واحدة منهم. ايوه الحمد لله الحمد لله. طيب اللي حليته انا لويس اند هيز سفرد كود بي ريزن تو هيل ذم. طيب حلوين. البرت فيد وان ووندد ووندد، ايش فيني انا ووندد؟ زين البرت ريتيرن دان ستيبل والبرت اتاك فيشرمان. احنا جربنا هذا الاثنين ما ضبطوا. يا سلام، شوف عندما انصاب صار واحد منهم ميسنج مفقود، البرت اند فيشرمان نيمد لويس and the fisherman named Lewis feels sense after the fight in the house. I can track them using my super natural sense. الحاسة السادسة. طيب يمديني اتبع القاتل اللي شرد من الدريشة قبل شوي. طيب باقي هذا اللي اربطهم مع بعض، البرت اتاك ذا فيشرمان. سبحان الله والله اني جربتها قبل، استغفر الله العظيم يمكن غلط. خلاص فاهم 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 شغلا فاهم. دقيقة في باقي خلاص يلا. I can track sense، السنس اللي هو هذا، هذا الحاسة السادسة. ها شوف شرد من هنا. طيب ما ودي أكثر باستخدام الحاسة عشان لا أجيب العيد. الحين أنت هنا ولا هنا؟ يأشر لي يقول لي هناك. شوف 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 يقول لي اتجه هنا. طيب حلوة الحاسة هذه. طيب اتجهنا هنا يا اخر تطلع هذا القاتل. اها تصدق ما انتبهت له من اول وانا اركض هنا. طيب so the fisherman pursued Albert even دقيقه راح هنا ولا هنا؟ اي والله راح هنا، انا متاكد والله الموضوع هذا له علاقه بالدم. شفت شفت عزيزي المشاهد اخو ربي مخي. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. يقول رغم انه منصاب ولكن قدر يتسلق هالمكان. طيب افتح لي هالباب لان عليه علامة واضح الموضوع. ايوه خلاص. طيب بعدين وين راح؟
ويرهاوس. عندك الشاف من الصبح وانا امشي في الظلمة، معليش عزيز المشاهد. لويس بليز جيف مي ون مور ويك، اي نو اي اون يو بات اي ام اندر ووتر لايك ايفري ون ايلس رايت ناو، اي دونت يت هاف انف ستوك تو بريت بار سموثلي وذ ذا. اوكي بينهم ديون، لويس يترجى، لويس خلاص، لويس القاتل خلاص، احفظ معي عزيز المشاهد، لويس القاتل خلاص. فكان الابن يترجاه بينهم ديون الظاهر او شيء، فيقول له ارجوك ليش، هذا اللي فهمته والله اعلى واعلم. والله يا في اكياس، بس مشوا مشوا معي، الواحد لازم كذا يفهم حبه حبه. الباب اللي فوق مسكر فاجباري، بسم الله الرحمن الرحيم ننزل تحت. ايوه بدينا ليه ما استخدم الحاسة السادسة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب توك، أيوة بدينا بالأصوات يا أخي، هذا خرشة أقسم بالله، في أصوات يا جماعة، طعويها مقفل. الله أنا عرفت. طيب والحل يا كثرة الأبواب اللي ما تنفتح، في واحد في البار فوق ما ينفتح، وفي واحد مدري وين هناك ما ينفتح. طيب والحل ستارة هذه إيش سبب اللي يحركها؟ فهمني، دريش مسكرة. ميتال سكراب الشكل هذا اللي يفتح الباب. اوه ما عندي رصاص، يمديني افتح بالهذا بس ما عندي رصاص. طيب كيف افتح بالهذا؟ يا سلام، كل الابواب كان يمديني افتحها كذا. استغفر الله العظيم واتوب اليه، الله لا يعمينا يا شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا 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 الان ابو، لا 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 تكفى، اركض اسرع. اوووه تمهزلنا ربي تمهزلنا. دقيقة، حرفي ذكرت حرفي. تعال يا ابن الذين تعال، حرفي ورب الكعبة لا أصفق، تعال. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ولد شوف شيء يتحرك هنا، لا إله إلا الله. أوه يراوغ الكلب، بعدين تعال تعال ورب لا أصفق، إينك تعال. يا اخي تعال، يا اخي تعال تعال، والله انا ابو تكفك، تعال تعال تعال. اوف في واحد ثاني بعد جاي يا اخي، انا مش داخل لعبة رعب، وربي مش مهيئ نفسي العب لعبة رعب، ورافع الصوت مستكن. ما زال تحرك بيتك يا شيخ. طيب لا اله الا الله، لا اله الا الله، وش ذا؟ هذا هو القرد. جهز حرف الاي. اي والله قتلوه، قتلوه والله. ورجعنا للاصوات يا شباب، ما انصحكم باللعبه هذه نهائيا. شوف الحين هذا بيقوم،
معليش بس والله حق غبنا. في اي شيء هنا؟ طيب بس خلاص افتكينا من المشن الاهبل هذا، حصلنا ابنه مقتول في النهايه وما راح يخليني اطلع من ال. لا اله الا الله، شوف كيف معلق يا اخي. ايش الاصوات هذه؟ في فيضانات ما تدري وش سبب غرقان المدينة او في مدري ايش. والله يا في سوالف كثير مش فاهمينها. تعال تعال ها، وربي اجلدك بهذا. انقلع انت وياها ما تحرش بيني. طيب الحين وش اقول له هذا؟ وش اقول له؟ ابنك لقيته مقتول؟ والله بيجلدني يا ولد، ما راح يخليني اترك المدينة يا رجل. شوف الخيار ها، يقول لي your son was murdered، لو اقول له ابنك انقتل ما راح يخليني، بقول له I've seen some goodbye. والله شوف يا طول العمر بصارحك، يعني قدر الله ما شاء فعل وعظم الله اجرك. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. اي والله عندي bad news. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head. معلش. No. It cannot be true. No, no, no. أزل عن جلدنا. I don't believe it. No. I'm sorry. آسف خسارتك، ولا أقول له أنا أنهيت جزئي من المشن. لأنه طلب مني يعني أطلع ابنه وراح يخليني أترك المدينة. طلع خلنا نتعاطف معه عشان يطلعنا. I'm sorry. يعني آسف إني سمعت بخبر أو شفت لك مين. يقول لي أسفك حطه في يا لو اشرب ماي. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. لا إله إلا الله. طيب من القاتل الحين؟ أنا إيش دراني من اللي قاتل؟ أفيشرمان نيمد لويس. يا أخي الفيشرمان هذا الشخص اللي هوك قبل شوي مستحيل يكون قاتل، شفناه. أقدر أدبسه وأفتك، بس والله ما لها داعي صراحة. يمدينا إن شاء الله. I can't be sure yet. I have some suspects, but I need to investigate further. What kind of private eye are you? A thorough one. يقول أنا شاك في كم من شخص كذا في عيني، يعني حاطهم في راسي. حلوة في عيني. Find me that dirt bag and I'll help you with anything you need. واو. شوف يا طول العمر. يقول لي الحين طلع الشخص اللي قتل ابني وبعطيك اللي تبيه. او بخليك تسوي اللي تبي، يعني يخليني اطلع من المدينة ويمكن يضبطني بالفلوس. طبعا العملة في اللعبة هي، نسيت ما اقول، اللعبة هذه عملتها الرصاص. يعني الحين شوف ما عندي رصاص، الشعب كله مفقر لان في مخلوقات كثير، فالرصاص هو اهم عملة الحين. على العموم انا طولت بالمقطع والله كثير. اذا عجبتكم السلسلة ودكم اني اكمل، يا ريت تدعموني بالكومنت والاشتراك، وصلوني 1000 مشترك، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جاية اذا عجبتكم اللعبة نكمل في السلسلة. واشكركم على المشاهدة، اتمنى انكم استمتعتم فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.